سلمته للبوليس؟ لا. يعني الولد طلع كلامه مظبوط، يعني بريء. طب هو فين؟ يا سوء حظك يا عادل يا عزام، البشناقة قدامك ومرات طلعت مرجان وراك. يا رب يا رب انا غلطت كتير، بس انت عارف اني بريء بريء بريء. يعني اتأكدت انه بريء؟ ايوه، بس في كارثة، مصيبة ما يعلم بها الا ربنا. ايه هي؟ الست اللي كان بايت عندها تبقى مرات طلعت مرجان. طلعت مرجان؟ ايوه. واعترفت؟ اعترفت، بس انا عارف اعترفت ليه. اكيد كان دم تقيل على قلبها وكانت عايزه تخلص مني عشان تروح تنام. اعترفت عشان مش همامها حاجه وحاسه انها اكبر من القانون. طب هدي نفسك. اهدي نفسي ازاي وهي مش عايزه تشهد؟ انا خايف على سمعتها. الولد ده لو مات هكون انا القاتل.